السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض إزاي نشتغل على برنامج IBM ماكسيمو، وده من البرامج القوية جدا في الصيانة. بتسجل كل المعلومات اللي أنت محتاجها عشان تبقى عارف كل مكنة موجودة فين وإيه تواريخ الصيانة بتاعتها وتعمل أوردر بالصيانة. فبعد ما بنكتب الاسم والباسورد أو اليوزر هوت، تمام، بتجيلي الشاشة بالشكل دوت. فبتلاقي KPI بحيث تشوف الأداء بتاعك بالشكل دوت، وتقدر تعمل أكتر من أشكال زي كده زي ما نشوف إن شاء الله مع بعض. هنا بتلاقي الأسيتس، الأصول اللي موجودة عندك في المبنى أو المشروع بتاعك أو بالشكل دوت. أي أسيت فيهم تقدر تدوس عليه فيبدأ يفتح لك التفاصيل بتاعته، المعلومات بتاعته، الاي دي بتاعه، الاستخدام بتاعه، موجود في انهي غرفة، احنا مش شارينه منين، مين المسؤول عن الصيانة بتاعته، تاريخ التركيب، اسلوب التركيب بتاعه، قطع الغيار بتاعته، المعلومات الخاصة بالسيفتي لو في حاجة سبيسيفيكيشن، لو في حاجة مربوطة بيه في علاقة بينهم الورك. طيب لو عايز تضيف اسيت جديد هتقول له نيو اسيتس، لازم طبعا يبقى ليه اسم، وليكن مثلا الهاند يونت، تمام، السايز بتاعك، التايب ده مثلا ميكانيكال، فهو بيبدأ يدور على التايب. الديتيلز تحت اللوكيشن، وهكذا تقدر تضيف انت كل المعلومات اللي انت عايز تضيفها عن الاسيت دوت او الاصل دوت. تقدر تضيف نيو اسيت، تقدر تعمل سيف الاسيتس وهكذا. او بيقول لي في معلومة ناقصة عشان تقدر تسيف. هتلاقي حاجات خاصة بالمخزون موجودة هنا، هتلاقي كل الحاجات خاصة بالورك اوردر مثلا اهوت. تقدر تتبع ان انت عملت اوامر صيانة، هل اتنفذت ما اتنفذتش، هل في حاجة متعطلة. تقدر تعمل ورك اوردر جديد، الورك اوردر رقم كذا في اللوكيشن الفلاني، الاسيت اني اسيت مثلا بتاعت الفاير اهيت، الكونفيجريشن ايتم، لو في اي اتاشمنت عايز تحطها معاها، الجوب بلان تقدر تختار من الجوب بلان اللي هنا، السيفتي بلان، الريسبونسابيلتي، الريبورت باي، السوبرفايزر بتاعك، الكرو، الليد، كل الحاجات دي، مين المسؤول عن فكرة الصيانة وهكذا. بتبدأ تحط كل المعلومات اللي انت عايز تضيفها. خلاص هو سايف، لو في معلومة ناقصة ينبهني ان المعلومة دي ناقصة. تقدر تدخل تشوف البلانس والاساينمنت، كل المعلومات اللي انت عايز تضيفها لل الورك اوردر بتاعك. فهو بكل سهولة بيديني معلومات عن المبنى، معلومات عن الصيانة، بينبهني ان في قطع غيار المفروض تتغير بالتاريخ بتاعتها وهكذا. تقدر تطبع لأي ريبورت انت عايزه او اي كي بي اي انت عايزه، بحيث ان تبقى بالشكل دوت معلومات مفصلة عن كل حاجة من اداء المبنى. وده مفيد جدا بحيث ان لو اتغير اي شخص تلاقي كل المعلومات مسجلة الفترة اللي فاتت، ايه
الحاجات اللي اتغيرت، ايه الحاجات اللي المفروض كانت تتغير وحصل ما اتغيرتش وهكذا. بيبدأ يجيب لي الأداء بتاع كل حاجة.